بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. السلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوح 1981 فولي 2، حيث سوف نقوم بعمل مراجعة لهذه الانواع الجديدة من الشواحن التي تشحن هاتفك بشكل سريع ضعف يعني ما يشحنه يعني الشاحن العادي. سوف تشاهد ذلك بأم عينيك، وفي الاخير سوف اشرح لك كيف تربح اثنين يعني مع مدونة حوح للمعلوميات. طبعا قبل ذلك اريد ان استغل هذا الفيديو لكي اوجه رسالة، اذا كان يشاهدنا الشخص الذي ربح الهاتف معنا فلا اعرف لماذا لا يجيب، ارسل له رسائل كما شاهدتم عبر صفحتنا على الفيسبوك ولا يجيب على الرسائل، حتى يتسنى لي بطبيعة الحال ان احصل على عنوانه لارسال الهاتف، واذا لم يجب بطبيعة الحال في ظرف 10 ايام فسوف اضطر للسحب على شخص اخر يكون محظوظ يعني لكي يربح الهاتف احبابي في الله. طبعا كما ذكرت يعني هذا النوع من الشواحن تم ارساله الي من يعني موقع جيك باين، سوف نقوم بعمل مراجعة كاملة. هذا النوع من الشواحن مقدم من شركة كوالكوم، يعني لها تقنية كبيرة جدا في شحن هاتفك بشكل سريع. سوف نقوم اولا يعني بالاخراج يعني هذا النوع الاول، طبعا هذا النوع الثاني الخاص بمثلا السيارة اذا كنت في سيارة وتريد شحنه. طبعا يعني احبابي في الله كما سوف تشاهدون حجمه نوعا ما كبير، يعني هذا النوع الجديد الذي يشحن كما ذكرت هاتفك بشكل سريع، وسوف نشاهد ذلك. لديه 3 فتحات يعني الشحن بشكل مباشر، ثم يعني يمكن لك شحن أجهزة أخرى، ثم يأتي مع الكيبل كما تشاهدون أحبابي في الله. مع الكيبل سوف أقوم بإخراج يعني هذه الكيبلات، ثم نقوم بفتح العلبة الأخرى للإخوان الذين مثلا لديهم سيارة ويريدون دائما شحن هاتفهم في السيارة، فأيضا يأتي يعني بالشاحن الخاص بالسيارة. بطبيعة الحال في الأخير سوف أقوم بعمل قرعة غدا مباشرة، يعني سوف نقوم بالسحب على الشخص الذي سوف يفوز معنا بهذين الشاحنين كما سوف تشاهدون، دليل يعني الاستعمال كما تشاهدون، ثم كيبل يعني لربط بالشاحن، ثم شحن هاتفك في حالة ما كنت في السيارة أحباب في الله. طيب الحين يعني كما سوف تشاهدون فسوف أقوم بالتجربة، يعني سوف أحاول أن أعمل مقارنة بين هذا الشاحن والشاحن العادي، وسوف تشاهد فرق كبير جدا ضعف ما يشحنه يعني هذا الشاحن، سوف يعني يكون ضعف يعني ما يشحنه هذا الشاحن العادي أحبابي في الله. طيب يعني لكن قبل ذلك عليك معرفة إذا كان هاتفك يدعم الشحن السريع أو لا، على أساس ذلك سوف أضع لكم في أسفل الفيديو قائمة لجميع الهواتف التي تدعم الشحن السريع، غير ذلك فإذا كان لا يدعم يعني هاتفك الشحن السريع فتستطيع شحن يعني هاتفك بالطريقة العادية عبر هذا الشاحن، أي بمعنى آخر لن تستفيد من قوته. طيب حتى أختصر أحباب في الله، الحين سوف أقوم بعمل مقارنة بين هذا الشاحن ثم يعني هذا الشاحن العادي الخاص بسامسونج. سوف أبدأ يعني بالشاحن الخاص بسامسونج وسوف نشاهد قوة الشحن الخاص بهذا يعني الشاحن، ثم يعني الشاحن الآخر كما ذكرت. سوف أقوم بربط يعني هذا الشاحن بالكهرباء ثم أبدأ بشحن يعني الهاتف كما تشاهدون، سوف أقوم بربطه بالكهرباء، ثم بعد أن قمت بربطه بالكهرباء سوف أشحن الهاتف وأشاهد الفرق. سوف أفتح هذا التطبيق الذي يقوم بقياس سرعة الشحن كما تشاهدون، الحين سوف يبدأ في قياس قوة الشحن، يعني سوف يصل تقريبا إلى 550 بهذا الشكل، يعني أحيانا أشحن هاتفي ب 550 بالنسبة للشواحن العادية الخاصة بسامسونج، يعني على هاتف جالاكسي C6 لاحظ معي 310 يصل إلى 550 كأقصى حد أحبابي في الله، حتى انتظرت يعني طويلا مطولا. وسوف يعني نقيس الحين يعني قوة الشحن الخاص بالهواتف أو عفوا الشاحن الآخر ونشاهد يعني الفرق، لاحظوا معي 350 يصل إلى 550 بهذا الشكل علي. سوف الحين أقوم بتجربة يعني الشاحن الآخر، أقوم بربطه أولا
بالكيبل الخاص بي، ثم أقوم بشحن يعني ربطي بالكهرباء، وبعد أن أقوم بربطي بالكهرباء سوف أقوم بالبدء يعني في قياس قوة شحنه كما تشاهدون عليين. لاحظوا معي الحين سوف يبدأ في قياس قوة الشحن، تصل كما ذكرت إلى تقريبا 1200 إلى غير ذلك، يعني نوعا ما على حسب نوع التطبيقات التي فتحت على هاتفك والأشياء التي فتحت هاتفك. بطبيعة الحال فهي تؤثر على سرعة الشحن كما تشاهدون 730 750، فيصل إلى يعني عدد كبير جدا، يعني قوة كبيرة جدا، 790 ملي أمبير الحين عليهم. عليه نتمنى ان الدرس قد افادكم حتى نختصر. طبعا لربح واحد من بين يعني هذان الشاحنين ان صح التعبير، فسوف اضع لكم رابط، فقط اضغط على اللايك للمنشور اسفل الفيديو حتى استطيع غدا يعني ان اقوم بوضع قرعة. طبعا سوف يكون فائزين اثنين، يعني واحد بهذا واحد بهذا، واذا كنت تريد شراء واحد من بينهما فسوف اضع لكم الرابط اسفل الفيديو. أتمنى الدرس قد أفادكم، لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا www.5.com، ولما لو صحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981، ولا أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات، في أمان الله.